تلاحظ أن خطابات أهل البيت عليهم السلام أكو فد وضع متشنج أكثر من الوضع الذي عاشت فيه سيدتنا الزهراء عليها السلام. فد وضع قوم إجوا أخذوا الخلافة، أخذوا فدكا فيما بعد تطور الأمر إلى إيذاء للسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي الآن جاية. لو أنا مثلا كنت في هذا الوضع أو أنت في هالوضع، أول ما نبدأ نشتمهم يا فاعلين يا تاركين كذا منكم والله يلعنكم وإلى آخره، لأن شحنة نفس وغضب موجودة. لكن فاطمة الزهراء عليها السلام شيء آخر. تعالوا شوف خطابها شلون يتسلسل بالحكمة والموعظة الحسنة ويصل إلى النتيجة التي كانت تريدها، من دون أن يكون فيها خشونة في القول، لأنها تريد تأثر على الحاضرين. طيب، وصلت إلى نتيجتها فاطمة. إلى اليوم عندما يقرأ الإنسان مع أنه مبتعد عن الحدث 1400 سنة وتزيد، مع ذلك يجد في هذا الخطاب محتوى عظيم جدا واحتجاج منطقي وعقلي ونقلي سليم وقرآني. تعرضنا إلى قسم منه فيما مضى من الليالي، مع أنها كانت في ظرف، هالظرف يدفع باتجاه التصعيد، يدفع باتجاه التشنج. واحد مأخوذ حقه جهارا نهارا، يؤذى حتى في مشاعره، يصادر حتى حقه في دموعه وبكائه. بعد أكثر من هذا شي يريد؟ طيب، مع ذلك الزهراء عليها السلام وهي المتألمة وهي المضطهدة وهي المظلومة، لكن تعالوا شوف نمط خطابها في المسجد. بل زينب العقيلة سلام الله عليها التي ورثت من أمها كما يقول الشاعر سيد صالح الحلي، قد ورثت زينب من أمها الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. فاطمة خطبت في المسجد، المسجد قريب بيتها، لكن السيدة زينب سلام الله عليها خطبت في مجلس يزيد يبتعد عن منزلها قرابة 1800 كيلومتر. ذهبت المسافة الطويلة مسبية يحفها الضرب والتعب والجوع وفقد الرجال. طيب، وهناك تقوم خطيبة بذلك المنطق، خطبة العقيلة زينب عليه السلام من الخطب النادرة الرائعة اللي إذا نريد نتكلم فيها تحتاج إلى 10 ليالي في تشريح الجوانب التاريخية وتوثيق الحقائق التاريخية وفي جوانب فلسفة التاريخ والسنن التي ذكرتها زينب سلام الله عليها إلى غير ذلك من الأمور. وقفت خطيبة وبدأت بهذا الكلام: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة،
وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. فمهلا مهلا لا تطش جهلا، ترى هي فترة مؤقتة وتنتهي، الحق غالب وله الدولة النهائية، لا تطش جهلا. أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فوقف ذلك الموقف وخطب ذلك الخطاب المليء بالمعاني المليء بالمضامين المتوازن غير المتشنج الذي يؤثر في قلوب الحاضرين، مع أنهم كانوا على خط مخالفة أهل البيت عليهم السلام. استخدمت الأساليب المختلفة من جهة حكمة منطق، ومن جهة أخرى تأثير نفسي، موعظة حسنة اللي قلنا جوانب قلبية يتأثر بها المخاطب.